اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديده من دروس التربيه الاسلاميه. في هذا الاسبوع عزيزي الطالب سوف تستنتج اسباب معركه الخندق وتتعرف على مفهوم التفخيم والترقيق. معركه الخندق: تحالفت قريش مع عدد من القبائل العربيه واليهود في العام الخامس للهجره من اجل القضاء على المسلمين في المدينه المنوره، إلا أن خططهم فشلت وانتهى تحالفهم بانسحاب المشركين. لم يكن بين المسلمين والمشركين قتال قبل الهجرة النبوية، ثم أذن الله تعالى للمسلمين بالقتال بعد الهجرة إلى المدينة المنورة. أسباب المعركة عزيز الطالب: استغل زعماء يهود بني النضير حالة الحرب القائمة بين المسلمين والمشركين لإقناع مشركي قريش بأن يغزوا المدينة المنورة ويقضوا على المسلمين ودعوة الإسلام، فاستجابت قريش لهم وشكلوا معا تحالفا ضم عددا من قبائل المشركين واليهود وكونوا جيشا عظيما تعداده 10,000 مقاتل بقيادة زعيم قريش أنذاك أبي سفيان. أخرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير من المدينة المنورة في السنة الرابعة من الهجرة بسبب تآمرهم على قتله وتعاونهم مع المشركين. إذا عزيزي الطالب، استعداد المسلمين للمعركة: لما وصل خبر تحالف الأحزاب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع الصحابة الكرام واستشارهم في كيفية صد هجوم المشركين على المدينة المنورة، فأشار سيدنا سلمان الفارسي بحفر خندق حول المدينة المنورة لكي لا يتمكن المشركون من دخولها، فأعجب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفكرته، وأمر المسلمين بمواجهة التنفيذ، لكن يهود بني قريظة طلبوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحفر الخندق من جهتهم، وتعهدوا له أن يمنع الأحزاب من دخول المدينة عن طريق قلاعهم الحصينة، وأن يدافعوا عن المدينة إلى جانب المسلمين، التزاما بالمعاهدة التي بينهم وبين المسلمين، فوافق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلبهم. أحداث يوم الخندق: وصل الأحزاب إلى أطراف المدينة المنورة، ففوجئوا بخندق عظيم لم يعهد مثله من قبل. حال بينهم بين تحقيق مبتغاهم، فتلاشت آمالهم في القضاء على المسلمين، ومع ذلك ضربوا حصارا على المدينة المنورة وبدأوا محاولات يائسة لاختراق تحصينات المسلمين منهم. حاول فرسان جيش الأحزاب العبور بخلهم من الأماكن الضيقة من الخندق، فتصدى لهم المسلمون بالنبال والرماح ومنعوهم من العبور، لكن عددا قليلا جدا منهم نجحوا في عبور الخندق. أقنع زعماء زعيم يهود بني النضير زعيم يهود بني قريظة كعب بن أسد بأن ينقضوا معاهدتهم مع المسلمين ويسمح للمشركين بدخول المدينة المنورة من جهتهم، فنقض بنو قريظة اتفاقهم مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلنوا انضمامهم إلى جيش الأحزاب. لماذا عزيز الطالب سميت سورة الأحزاب بهذا الاسم؟ نظرا لأنها تناولت أحداثا من معركة الخندق وتحزب المشركين واليهود للقضاء على المسلمين في المدينة المنورة. حاول المنافقون بث الرعب في صدور المسلمين في المدينة المنورة وتخلفوا عن جيش المسلمين واعتذروا عن ذلك بأعذار واهية. نتيجة المعركة أيضا كانت هناك استمر حصار المدينة أكثر من 3 أسابيع، بعد ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى ريحا شديدة عليهم فاقتلعت خيامهم وفرقت جمعهم، ففروا مهزومين، وأمر أبو سفيان الأحزاب بالانسحاب. أحكام التلاوة والتجويد متعددة وكثيرة، منها التفخيم والترقيق، وتعرف بأنها تفخيم الحرف يعني تسمينه بحيث يغلط الصوت عند النطق به ويمتلئ الفم بصداه، أما الترقيق فهو تنحيفه عند النطق به بحيث لا يمتلئ الفم بصداه. أقسام الحروف بالنسبة للتفخيم والترقيق: أن تقسم حروف اللغة العربية من حيث التفخيم والترقيق إلى 3 أقسام: حروف مضخمة دائما وهي الحروف 7 الآتية. من الأمثلة على تفخيم هذه الحروف الكلمات القرآنية الآتية: خالدين، الصلاة، يضربون، المغضوب، الطريقة، قدير، وظلم. القسم الثاني حروف ترقق دائما وهي باقي حروف اللغة العربية باستثناء حرف الألف وحرف الراء وحرف اللام في لفظ الجلالة. من أمثلة ترقيق هذه الحروف جميع الحروف في قوله: تستبدلون الذي هو أدنى منكم. حروف تفخم في بعض الحالات ورقف في بعض الحالات وهي الألف، حرف اللام، حرف الراء. أولا تفخم الراء ويكون في حالة أن تكون الراء مفتوحة، وأيضا أن تكون الراء ساكنة، وأن تكون الراء مفتوحة أو مضمومة.
أيضا ترقق ويكون في 4 حالات، تكون الراء مكسورة ساكنة والراء ساكنة والحرف الذي قبلها ساكن. وحالات جواز الوجهين، هناك عدة كلمات في القرآن يجوز في حرف الراء حالتا الترقيق والتفخيم. شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاون.